بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك يا شباب؟ شد حقك شويه، احنا ملاحظين ان في ناس نشطوا وفي ناس لسه ما تنشطوش، فاللي تنشطوا ما شاء الله يعني عددهم لا باس به، بس احنا عايزين عدد اكبر تتفاعلوا، نكسر حاجز المال ده في البيت، ان احنا نخش شويه بدل ما بنخش على الفيسبوك ونخش نقعد نوجع دماغنا بالاخبار بتاعت كورونا دي، فنغير نكسر المال ده هو. فالنهارده هناخد ايه؟ على دريفتيف اوف انفنس تريجوناتيك فانكشن. طيب بنقول فاي انا عايز عايزين لو الواي بتساوي احنا عارفين خلاص اتخلق قبل كده ان عشان فانكشن تكون ايه بس لازم تكون ايه؟ وورد وورد وورد. طيب احنا عارفين ان ادي ايه؟ لو شفنا الساين شكلها عامل ازاي؟ وبيقول لي فين؟ اللي هو كل في الفتره في الانترفال ماينس باي اوفر 2 وباي اوفر 2. لان في الباي اوفر 2 في الجزء ده هو الفانكشن بتبقى ايه هنا؟ في الجزء ده الفانكشن لو احنا خدنا اي هوريزونتال لاين انترسكت الجراف في ايه؟ في اونلي وان فاليو. فلما ناخد يبقى هنا هو الاف هنا بدل ما تبقى من r ل r f of x بتساوي sin x، لا احنا هناخد f من الانترفال من ما ماينس باي اوفر 2 وباي اوفر 2 الى الانترفال ناقص 1 و1. فبالتالي هنا فانكشن تبقى ايه؟ 1 to 1 وايه؟ وانتو. فبالتالي هي ايه؟ انفرس اللي هو الواي بتساوي ساين ماينس 1 اكس. طيب عشان نجيب الدرجه بتاعتها، طب وده ما بيحصلش الا اذا فقط كان يعني صوره الايه؟ صوره الواي بتساوي ساين ماينس 1 ده يكتفى بنقول اف اكس بتساوي ساين 1. صح كده؟ انا عايز اجيب الواي داش، عايز اجيب الايه؟ الواي داش. طيب يبقى الاكس لو احنا جبنا دي باي دي اكس بوث سايد دي باي دي اكس الاكس هيساوي دي باي دي اكس لساين 1. طب دي باي دي اكس اكس هيساوي كام؟ 1. يبقى دي باي دي اكس ساين 1 هيساوي ايه؟ كوزاين. بنجيب ايه؟ امبليسيت ديفرنشيشن. يعني ايه؟ تفاضل الداله الايه؟ الضمنيه هيساوي كوزاين واي في الواي داش. يبقى انا اقول له ده بيساوي ايه؟ واحد على كوزاين 1. طب انا عندي من العلاقه ان الساين سكوير واي بلس كوزاين سكوير واي بتساوي 1. طيب انا عندي هنا ساين واي بتساوي كام؟ اكس. يبقى ساين سكوير واي بتساوي كام؟ اكس سكوير بلس كوزاين سكوير واي بتساوي 1. يبقى كوزاين سكوير واي بتساوي 1 ماينس اكس سكوير. يبقى كوزاين واي بتساوي جذر سكوير روت 1 ماينس اكس سكوير. يبقى الواي داش اللي انا بدور عليها بتساوي 1 على الجذر سكوير 1 ماينس اكس سكوير. وبالمثل نقدر ايه؟ نجيب ايه؟ بقيه الايه؟ بقيه الصوره. يبقى الواي بيساوي سكوير ماينس اكس، يبقى الواي داش بيساوي ايه؟ 1 اوفر سكوير روت 4 ماينس اكس سكوير. إذا كانت الواي بتساوي كوزاين ماينس 1 اكس يبقى الواي ده بيساوي ماينس 1 اوفر 1 ماينس اكس سكوير، ولازم يكون الايه؟ الاكس اكبر من ناقص 1 واقل من ايه؟ من 1 عشان يبقى هنا ايه؟ في الاوبن انترفال ده. ما ينفعش ناخد كوزاين.
طب الواي ده بتساوي نفس الكيفية بقى رسمة ان الواي اذا كانت الواي بتساوي 1 ماينس 1 اكس الواي ده بتساوي 1 اوفر 1 بلس اكس سكوير. اذا كانت الواي بتساوي 1 ماينس 1 اكس يبقى دي واي بتساوي ايه؟ ماينس 1 اوفر 1 بلس اكس سكوير. يبقى احنا استنتجنا الساين ماينس 1 والباقي انت بس انت عرفت ان هم دي ايه؟ بيجوا ايه؟ ازاي؟ اوكي؟ طيب عايزين نجيب كوساين ماينس 1 عايزين نجيب الديريفيتيف بتاع دي فهنفرض ان الواي بيساوي كوساين ماينس 1 سي اكس سكوير. انا عارف ان اذا كان اذا كان الواي بتساوي ساين ماينس 1 اكس فالواي داش هتساوي 1 على جذر التربيع ال 4 ماينس اكس سكوير. اذا كان كوساين واي بتساوي كوساين ماينس 1 اكس يبقى الواي داش بتساوي ناقص 1 على جذر التربيع ال 1 ماينس اكس سكوير. طيب هنا انا عندي كوساين ماينس 1 مش اكس فانكشن في اكس يبقى لازم استخدم ايه؟ التشين رول. يبقى الواي داش هتساوي ماينس 1 اوفر سكوير روت اوف 1 هنا دي دايما باخدها هنا ايه؟ واي داش الواي بيساوي ماينس 1 اكس الواي داش بيساوي 1 ناقص 1 على الفانكشن ايه؟ الزاويه بصغرها 2 هنا الزاويه فانكشن في ايه في الاكس وناقص 1 على 1 ماينس 3 اكس سكوير بصغرها 2 في الديريفيتيف بتاع 3 اكس سكوير بالنسبه لاكس يبقى في 6 سي اكس سكوير داش بيساوي ماينس 6 اكس اوفر 1 ماينس 3 9 اكس. هنا 6 ماينس 1 اكس ماشي طيب احنا موجود السك في اللي احنا قلناه المره فاتت ولا لا؟ السك طيب نستدلكوا اللي هي السك برضه هنفرض برضه بنفس الكافية الواي بيساوي 6 ماينس 1 اكس وهنا ما بيحصلش الا اذا كانت الاكس بتساوي 6 واي صح؟ يبقى هنا الدريفل بتاع دي بيساوي الدريفل بتاع دي يبقى 1 هتساوي 6 واي تاني واي في واي داش يبقى الواي داش بتساوي ايه؟ 1 على 6 واي تان واي اكس بتساوي 6 طيب انا عندي معاك اعمل علاقه ثانيه ساين سكوير واي بلس كوزاين سكوير واي بتساوي 1 انا عندي التاني عايز اجيب لي ايه؟ السك عايز اجيب لي ايه؟ انا عندي التاني عندي السك اهي السك واي بتساوي اكس طب عايز اجيب التاني طيب التاني تجيب منين؟ لا قسمت هنا على كام؟ على كوزاين سكوير واي هنا على كوزاين سكوير واي هنا على كوزاين سكوير واي يبقى هنا ايه؟ تاني سكوير واي بلس 1 بتساوي 6 سكوير يبقى تاني سكوير واي بتساوي 6 سكوير واي ناقص 1 يبقى تاني
Lloyd itself square root of CD square Y minus 1 divided by X square minus 1. وبالتالي Y dash هتساوي 1 على absolute value of X square root of X square minus 1. تعال نطبق هنا بقى سيت ماينس 1 اكس سكوير يبقى الواي بتساوي سيت ماينس 1 اكس الكل سكوير يبقى ده برضه ايه؟ دي هنستخدم الاثنين دول اثنين في الفانكشن نفسها سيت ماينس 1 اكس في تفاضل سيت ماينس 1 اكس اللي هي 1 اوفر ابسولوت فاليو اوف اكس هي سكوير روت اوف اكس سكوير ماينس 1. ماشي نقدر بقى نعمل ايه؟ نحل دول مع بعض. يعني لو حللنا نمرة 5 كده اهي و تان ودي 5 و 8 تعالوا نحلها مع بعض خمسة number 5 y is equal to x cosine minus 1 to x number y dash هنا عندي product of two function صح كده؟ يبقى derivative بتاع x بكام واحد يبقى cosine minus 1 to x plus x derivative بتاع cosine minus 1 to x اللي هو في ناقص واحد اوفر سكوير روت اوف 1 ماينس ده زوار 2 1 ماينس 2 اكس زوار 2 في الدريفت بتاع اللي هي 2 اكس اللي هي يبقى ده نمبر 8 فرق نمبر 8 y بتساوي تان ماينس 1 كوزاين اكس و بتساوي تان ماينس 1 كوزاين اكس ال y داش بتساوي هنا السبب بيكون مقام جديد دي ايه هي كوزاين اكس اللي هي احنا عارفين ان الواي بتساوي تان ماينس 1 اكس يبقى الواي داش بتساوي 1 على 1 على اكس كوزاين طيب هنا 1 على 1 هنا ده زوار 2 يبقى زائد كوزاين سكوير اكس في الدريفت بتاع الايه الزاويه كوزاين اكس ايه؟ ماينس ماشي يا شباب برضو الكوسيك لو خدنا نمرة 4 عشان بس فيها كوسيك الوار بتساوي كوسيك ماينس 1 سكوير روت اوف اكس طيب انا عندي لو الواي بتساوي كوسيك ماينس 1 اكس يبقى الواي ده بتساوي ناقص 1 على اكس سكوير روت اوف اكس سكوير روت اوف اكس سكوير ماينس 1 زي السيت بس في عندي ناقص طيب وانا عندي هنا دي بقى فانكشن في اكس ولازم اكس برضه واي بتساوي ناقص 1 على absolute value of square root of x في
ده صغار 2 يبقى اكس ماينس 1 في الدريفيتيف بتاع سكوير روت في اكس اللي هي 1 على 2 سكوير روت اكس. ادي السيت ماينس 1 وادي السيت ماينس 1. طيب الدريفيتيف اوف هايبربوليك اند انفرس هايبربوليك فانكشن. ادي الشايل اكس زي ما هناك عشان كنا بنجيب ال الانفرس اللي محتاجين اللي هي علاقه ساين سكوير بلس كوس ساين سكوير بتساوي 1. هنا بقى كوساين سكوير ماينس شاين سكوير هي اللي بتساوي ايه؟ 1. ودي اللي هستخدمها في اجيب الايه؟ الانفرس بتاع الهايبربوليك فانكشن. يبقى شايل اكس تساوي اي زوبر اكس ماينس اي زوبر اكس كبر 2 والكوشاي يساوي اكس اوفر اكس زائد اكس اوفر نيجاتيف اكس اوفر 2 وانا استعمل الكوشاي ماينس اكس سكوير بتساوي 1. يبقى دي كوشاي هتساوي الشر. ليه؟ اهو لو جبنا هي شاي اكس الكل داش بتساوي فاضي هنا الدينوريتور كونستنت تفضل النوميريتور اكس بار اكس تفضل اكس بار اكس هنا ناقص تفضل ده هي هي في تفضل ناقص اكس بالنسبه لاكس يبقى ناقص 1 زائد اكس بار اكس ناقص النوميريتور بتاع الدينوريتور بصفر يبقى خلاص يبقى هي اللي هتساوي مش ناقص. ونفس لو جبت الكوشاين هتلاقي بشاين يبقى تفضل الشاي بالقشاي والقشاي بالايه؟ بالشاي. يبقى دي باي اكس القشاي بتساوي شاي ودي باي اكس للشاي بتساوي قشاي ودي باي اكس التانش 6 سكوير ودي باي اكس البوتاج ماينس 6 سكوير ودي باي اكس للسيش بلس سيش تانش ودي باي اكس سيش اكس ناقص كوتانش وسيش كوتانش. بنفس الكيفية هنجيب الايه؟ الدريفيتيف بتاع الايه؟ الانفرس هايبربوليك فانكشن. اللي الشاي ماينس 1 اكس بتساوي 1 اوفر 1 بلس اكس سكوير. طب دي نعملها ازاي؟ عشان برضه نفكر. هنا هو احنا بنقول بيت واي بتساوي شاي ماينس 1 اكس وده ما بيحصلش الا ايه فنقول اف اكس بتساوي شاي واي. طيب هنا هذا الديريفيتيف وذ ريسبكت تو اكس اوف بوث سايدز يبقى 1 بتساوي تفاضل شاي واي بتساوي كام؟ وشاي واي في الواي داش الواي داش بتساوي 1 على كوساين واي. وانا عارف ان انا عندي ان الكوساين سكوير واي ماينس ساين سكوير واي بتساوي 1. طيب انا عايز ايه؟ كوساين واي انا عايز اجيب كوساين. طب الكوساين بتساوي ايه؟ كوساين ودي الناحيه الثانيه صح كده؟ انا عايز كوساين يبقى كوساين سكوير واي بتساوي 1 زائد كوساين سكوير واي يبقى هتساوي 1. انا عندي الشاي بتساوي كام؟ اكس 1 زائد اكس سكوير يبقى كوساين واي بتساوي جذر التربيع 1 بلس اكس سكوير يبقى الواي داش بتساوي
واحد على واحد زائد اكس سكوير. وبالمثل نقدر ايه؟ نجيب العلاقات اللي ايه؟ ماشي كده؟ طيب عايز اجيب شايب اف اوف اكس نمبر 6 جي. طيب اف اوف اكس تساوي شايب سكوير روت اوف اكس، صح كده؟ يبقى من هنا يبقى الواي داش هتساوي 1 اوفر سكوير روت اوف 1 بلس اكس سكوير. انا عندي هنا مقام الاكس، عندي ايه؟ سكوير روت اوف اكس. يبقى 1 على 1 على سكوير روت اوف 1 بلس، هنا هيكون المقام ده ايه؟ دي هنا فانكشن اكس مش اكس، يبقى هنا ده سكوير روت اوف اكس زرار 2 في الدرجه بتاع سكوير روت اوف اكس 1 على 2 سكوير روت اوف اكس. طيب اف اكس بتساوي شاي سكوير اف اوف اكس بتساوي سكوير روت اوف شاي اكس. وليه هنا كان ايه؟ شاي اكس زرار ايه؟ اف داش اوف اكس تساوي هاف اوفر سكوير روت اوف في الدرجة بتاع الشهر، الدرجة بتاع الشهر ايه؟ الكوشن. بس اوكي. طيب خلي بقى الابلكيشن بتاع الدريفت دي مرة تانية ان شاء الله. شكرا.